نعم إيناس، بالنسبة لحركة الزائرين يعني مستمرة هي الحركة، خاصة في يعني هذا في هذه المنطقة باعتبار أنها يعني تعتبر من المناطق المتاخمة لمدينة الكاظمية المقدسة. طبعا شكرا لأحد الزائرين، يعني شكرا جزيلا. نعم. بالنسبة لحركة يعني سير السيارات ويعني العجلات في شوارع بغداد هي مستمرة باعتبار أن الخطة الأمنية اعتمدت على يعني قطع شوارع بغداد بالنصف، يعني أغلب الشوارع قطعت يعني إلى نصفين، يعني سايد للزوار والآخر لأصحاب يعني العجلات.